بين الـ OS هيتبقى الـ Events ويشوفن ويسوي لك يو يرسم إذا احتاج الرسم بالـ Output Device أو Devices. هذه حقيقة بشكل عام. طبعا الـ OS مو كله حيكون مثل ما نعرف يشتغل هذه الشغلة، غير شغلات أكو طبعا، واحنا نحب جزء البرامج فأكو حقيقة بالويندوز بالسوري بالـ OS جزء خاص نسميه الويندوينج سيستم. الويندوينج سيستم هذا هو جزء من الـ OS نظام، يعني حقيقة هدفه الأول والأخير أنه يتبع الانبوت وينسق الانبوت ويشوف الاوتبوت إذا احتاج اوتبوت ويوجهه إلى الاوتبوت. إذا هيتبع الانبوت ويشوف شكو انبوتات أكو وشكو اوتبوتات تحتاج يسويها، وطبعا كلها يسويها عن طريق الـ OS. يعني هذا الويندوينج سيستم حقيقة هو منظومة شغلها أنه تستقبل مثلا انبوت، بس هو ما راح يسوي بالضبط تتبع الكي شلون داس او يشوف الكليك للماوس، بينما هذه الشغلات هي الـ OS تسويها وتعطي مثلا مسج او بطريقه اخرى توفر فالمعلومه لهذا الويندوينج سيستم انه صار فلان هدف. اذا الويندوينج سيستم راد يرسم فيعطي للـ OS يقول له ارسم فلان شغله، فالـ OS حسب الروتينات والفانكشنات مثل ما هو بي جي او يستخدم او غير شيء يرسم الواجهات. زين طبعا هذا يوفر لك طريقة لعزل اليوزر والمبرمج عن اللو ليفل بروجرامينج، والاضافة يوفر له الشغلات الاساسية اللي يحتاجها، مثلا يوفر له الويندو، يوفر له البتن، يوفر له غير شغلات، اي شيء يحتاجه منيو اي شيء يكون جاهزة وسهلة الاستخدام بدون ما يدخل بالتفاصيل ويعرف شوف بالتفاصيل الهاردوير وشلون تنسم وشلون مثلا كيبورد يصير بلس او اي كلها هيكون مسؤول عنها الـ OS. زين في الـ OS حيتبع الكيبورد مثلا، هو حيعرف حسب الكيبورد حسب السكرين المربوطة هو شغلته يعرف شلون يتعامل وياها. زين وطبعا الهدف الأساسي لهذا الويندوز سيستم هو يسوي مانجمنت، يشوف شكو انبوت وشلون يسوي مانجمنت للصور وشلون يسوي الويندوات وشلون يرسمها، شنو الأحداث اللي تصير وشلون تصير الأحداث لكل أبليكيشن اللي خاصة بها. زين وبالنهاية حيصير عندنا هذا الانفايرمنت الخاص بنا. فكون جرافيك جي او اي ابلكيشن حيكون فوق هذا الويندوينج سيستم يشتغل كلاير ويعطي ويتعامل بالاحرى يصير ويا الويندوينج سيستم على شنو يحصل النتيجة، او بالنتيجة يعطينا الشكل المطلوب للبرنامج الإجراءات والأحداث اللي بيها. زين غالبا هذا الـ Windowing System حيكون بشيء نسميه Window Manager، إذا هو وغالبا حيكون فقط الـ Window Manager نسميه. زين وتختلف اسمه من OS إلى آخر. زين فمثلا بالـ Windows نسميه Desktop Window Manager. زين وهو هدفه أنه يتحكم وشلون يرسم النوافذ يعني ويندوز وشلون يعرضها للمستخدم داخل الشاشة. زين ومرات تشوفون ديسبلاي مانجر اكو ويندوز مانجر يكونوا مختلفين على جزئين سوا، مرات كلها تكون في جزء واحد. هذه تعتمد على شلون الـ OS او المصممين يصممون البرامج. زين طبعا هذه الويندوز مانجر تصمم انه شلون توفر سهولة الاستخدام للمستخدم وايضا للمبرمج. اوكي ولا تنسى انه هذه البرامج تشتغل ويا الجرافيكال سيستم فاللي هو اللي حيرسم، وطبعا بنفس الوقت حيشتغل ويا الانبوت ديفايسز مثل البوينتينج ديفايس الماوس او القلم او اي شيء، الكيبورد هذه ايضا هي انبوت ديفايسز هو حيتعامل وياها وحيشتغل وياها المدير سم. طبعا بعض الويندو مانجرز او ويندو مانجرز زين صممت
شوية يكون هناك اختلاف بين الويندو سيستم والويندو مانجر. بعضهم مثل ما قلت لكم هي فعلا تكون ويندو مانجر يسموها، شلون تتعامل ويا الابلكيشن وشلون تتعامل ويا بعض الشغلات الاخرى اللي بتكون باستخدام رموز واشياء خاصة، غالبا تكون مسجات. فمثلا باللينكس اكو مسجات خاصة تندز من الاو اس الى الويندو مانجر وهكذا للابلكيشن، هي طريقة المواجهة بين هذه الابلكيشن عن طريق المسجات. لا تنسى انه الفانكشناليتي وشلون نفذ هذه الشغلات كلها تختلف من نظام الى اخر حسب النظام، حسب اللي صمم الويندو مانجر. الشغلات الأساسية غالبا هي المتوفرة مثل الأوبن، كروز، مينيمايز، موف، ريسايز، هذا اللي غالبا متوفرة في معظم الويندوز، زين اللي تساعدنا على تصميم ويندوزات غير مألوفة للناس. وطبعا بعض اليوتيليتيز الموجودة تختلف من الويندو مانجر إلى الثاني، فحسب الويندو مانجر ممكن يوفر لك شغلات معينة. خاصة الويندو مانجر بالموبايل ديفايسز تختلف بشكل واضح عن الويندو مانجر بالويندو سيستم. اوكي، فمثلا لو شفت الديسكتوب ويندو مانجر اللي هو الخاص بالويندوز، طبعا هذه ما جت رأسا ديسكتوب ويندو مانجر مباشرة، جت عبر السنين وتطورت. ففي البداية مثلا كان الويندو مانجر ما في بفر وايب، وما يحطون لكل ابلكيشن بفر، لأن كلها تكتب في بفر واحد. تطورت طبعا هذه الويندو مانجر، صار انه كل برنامج له بفر خاص بها. بعدين الويندو مانجر يجمع هاي الرسومات، يسوي له كومبوزيشن ويرسمها في بفر واحدة الى بفر مالت الرسم، بعدين ترسم على الشاشة. هذه اذا الويندو مانجر ما تجي مباشرة كأوبتيمال، حتى يمكن لاحظتوها الموبايل ديفايسز اول ما بدأت كل فيرجن تختلف الاشياء اللي يضيفوها، وهكذا في كل نظام شوي شوي يتطور.